المرحلة الأولى، يسوع يحكم عليه بالموت. أمر بيلاطس بإخراج يسوع وجلس على كرسي القضاء في موضع سمي البلاط، وكان ذلك اليوم تهيئة للفصح، والساعة تقارب الظهر. فقال لليهود: هو ذا ملككم. فصاحوا: اقتله اقتله، اصلبه اصلبه. فقال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ فأجاب الأحبار: لا ملك علينا إلا قيصر. فأسلمه إليهم ليصلب. المرحلة الثانية،
يسوع يحمل الصليب. من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها، وأما الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها. ماذا ينفع الإنسان لو ربح الدنيا كلها وخسر نفسه؟ المرحلة الثالثة، يسوع يقع تحت الصليب للمرة الأولى. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون والمثقلون فإني أريحكم، احملوا نيري وتتلمذوا لي، أنا الوديع والمتواضع القلب، تجدوا راحة في نفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف. Thank you.
والشر قدامك صنعت لك وحدك خطئت والشر المرحلة الرابعة. يسوع يلتقي أمه الحزينة. بارك سمعان الشيخ مريم وقال لها: إن هذا الطفل جعل لسقوط كثير من الناس وقيام الكثيرين منهم، وأنت سينفذ سيف في نفسك لتنكشف الأفكار عن قلوب كثيرة.
المرحلة الخامسة. سمعان القيروان يعين يسوع على حمل الصليب. بينما كان الجنود ذاهبين بيسوع، أمسكوا سمعان، وهو رجل قيرواني، كان راجعاً من الحقل، فألقوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع، وتبعه جمع كبير من الشعب. المرحلة السادسة. امرأة قديسة تمسح وجه يسوع بمنديل. وصيتي لكم هي أن يحب بعضكم بعضا كما أحببتكم. ما حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. Thank you.
المرحلة السابعة، يسوع يقع تحت الصليب للمرة الثانية. أورشليم، أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فلم تريد. إن بيتكم يترك لكم خرابا. المرحلة الثامنة، يسوع يعزي بنات أورشليم. تبع يسوع جمع كبير من الشعب، نساء كنا يضربن الصدور ويبكين عليه، فالتفت يسوع إليهن وقال: يا بنات أورشليم،
لا تبكينا علي، بل ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن. المرحلة التاسعة، يسوع يقع تحت الصليب للمرة الثالثة. الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها، وإذا ماتت أخرجت حبا كثيرا. واليوم ينبذ سيد هذا العالم، فإذا رفعت من الأرض جذبت إلي الناس أجمعين. وأشار بذلك إلى الحال التي عليها سيموت. Thank you.
المرحلة العاشرة، يسوع يعرى من ثيابه ويسقى خلا ومرا. لما صلب الجنود يسوع أخذوا ثيابه
وجعلوها أربعة أنصباء، لكل جندي نصيب، وأخذوا القميص أيضا وكان غير مخيط، منسوجا كله من أعلاه إلى أسفله. فقال بعضهم لبعض: ينبغي أن لا نشقه بل نقترع عليه فنرى لمن يكون. فتمت الآية: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى قميص اقترع. نطلب من الدكتورة باسمة تشارك مرفت بالترتيب لو سمحت. شارك بترنيمة: يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار، وقبل أن يحملك حملته يا بار. ترنيمة كلنا بنعرفها بس بنتأمل بمعانيها هيك، دخلنا بهالجو الإيماني اللي رفقتنا فيه مرفت بصوتها العذب، ودخلتنا بأجواء التحضير لأسبوع الآلام المقدس. تنوصل مع بعض للمجد، المجد السماوي بقيامة يسوع مخلصنا.
المرحلة الحادية عشر، يسوع يسمر على الصليب. سار الجند بيسوع فحمل صليبه وخرج إلى المكان الذي يدعى الجمجمة ويقال له بالعبرية جلجلة، فصلبوه فيه، وصلبوا رجلين كل منهما في جهة وبينهما يسوع. وهناك عند صليب يسوع وقفت أمه وأخت أمه مريم امرأة قلوبة ومريم المجدلية. فرأى يسوع أمه وإلى جانبها التلميذ الحبيب إليه، فقال لأمه: أيتها المرأة، هذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هذه أمك. فأخذها إلى بيته من تلك الساعة.
المرحلة الثانية عشر، يسوع يموت على الصليب. يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يدركون ما يفعلون. وأخذ أحد المجرمين المعلقين على الصليب يقول: اذكرني يا يسوع متى جئت في ملكوتك. فقال له: الحق أقول لك، ستكون اليوم معي في الفردوس. واحتجبت الشمس نحو الظهر، وانتشر الظلام على الأرض كلها حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. وانشق الهيكل من الوسط، فصرخ يسوع صرخة شديدة: يا أبتاه، في يديك أجعل روحي. قال هذا ولفظ الروح. الذي أعتق آدم في الأردن، ختن البيعة
المرحلة الثالثة عشر، يسوع ينزل عن الصليب ويسلم لأمه. وكسر الجنود ساقي الأول والآخر الذين صلبا معه، أما يسوع فلم يكسروا ساقيه، لأنهم لما وصلوا إليه رأوه قد مات. فطعنه أحد الجنود بحربة في جنبه، فخرج على إثرها دم وماء. يشهد بذلك ذاك الذي رأى، وشهادته صحيحة، ويعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا مثله. وحدثت هذه لتتم الآية: لن يكسر له عظم. وجاء في آية أخرى: سينظرون إلى من طعنه. وما
المرحلة الرابعة عشر، يسوع يدفن في القبر. وجاء عند المساء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هذا أيضا قد تتلمذ ليسوع. فذهب إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأمر بيلاطس بأن يسلم إليه. فأخذ يوسف الجسد ولفه في كفن نظيف وأودعه في قبر له جديد كان حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى قاعدتين تجاه القبر.